Bonjour mes élèves. Quand je suis venu avec vous, évaluer ce diagnostic, vous avez traité la première année, ou la EDADI, ou la EDADI, ou la 5e, et la 5e, mais elle est d'abord la 6e, ou la 6e. كتولي يجي الاستاذ كيحطهم لك يعني من القواعد من هنا ومن هنا والدرس وكيشوف شنو بقيتي عاقل شنو اللي ما عارفش من بعد كيدير الكوريكسيون كيشوف يعني فين عندكم المشاكل شنو اللي ما بقيتوش عارفين وكيبدا يدير لهم كدروس وقواعد يعني انا غادي ندير معكم هاد ايفالياسيون ديغنوستيك تكون تشخيصي غادي نقرا الناس ونجاوب الاسئله والشرح من بعد غادي نخدم قواعد يعني اي هنايا اي سؤال اي قاعده غير نجاوبوا عليها ولكن بعد ندير على درس كامل يعني درس بالقاعده كامله ديالو بالتمارين بالصحيح يعني هادشي اللي غيكون في شهر 9 شهر 9 كيكون تقويم تشخيص ومن بعد دروس كيبدا يراجع لكم الدروس كلهم اللي قريتوهم العام اللي فات والقواعد انا غادي نخدم معكم يعني باش توصل من درس درس تلقى راسك مازال شاد وعاقل مزيان دونك نقراو دابا سوبور لي عندنا بياس دو تياتر علاش هنا دابا نتوما تاع ساعه تقولوا حنا ايفالياسيون عندنا بياس دو تياتر حيت كيف ما قلت لكم الدروس كيكونوا ديال العام اللي فات الثامنه في الدوره الثانيه قريتو بياس دو تياتر يعني المسرحيه القواعد اللي كاينين فيها اذا الاستاذ كذكركم باخر حاجه قريتوها يعني قواعد ديال السنه الماضيه دونك مسيو جوردان دابا هنايا عندنا بيرسون غيهضر شنو قال لاكي برومي لاكي قال له مسيو مسيو جوردان هضر عيط قال لاكي هذاك لاكي قال له مسيو مسيو جوردان لوتر لاكي قال له لاكي الاخر سكون لاكي Monsieur, tani. Monsieur Jourdain, tenez ma robe. Gallo, je dhakhoud la robe diali. Me trouvez-vous bien comme cela? Zama wach mzyan bhal haka. Maître a dansé. Shakhsiya akhra, personnage akhra, yani le maître, yani mudrib dial raqs. Fort bien. On ne peut pas mieux. Gallo mzyan. Monsieur Jourdain, voyons un peu votre affaire. يعني شوفوا دابا خدمتكم شوفوا شغلكم دابا ميتر دو ميوزيك جو فودري بيان او بارافون فو فير اونتوندر اون شونسون يعني هو غادي جا عنده يعلمو الرقص وكيوجد لبسة الرقص وميتر يعني ولا الميتر ديال الميوزيك ديال الموسيقى قال له بغيت نبدا نسمعك واحد الاغنيه سي ان سي ان دو مي زيكولي كي يا بور سي سورت دو شوز ان طالو ادميرابل يعني هي قالت هذه راه ديال واحد الواحد ميزوك ايكولي يعني واحد كيتعلم عندي مسيو جوردان وي مي il ne fallait pas faire cela par un écolier et vous n'étiez pas trop bon vous même pour ce travail là maître de musique il ne faut pas monsieur que le nom d'écolier vous dérange سو ما عجبوش الحال ملي قالو هذه قالو ما خصش هذا السميت ايكولي ديرونجيك يعني زعما حتى انا كتعتبرني ايكولي تلميذ عندك سي سور ديكولي اون ساف اوتون كو لي بلو غران ميتر ديجا ما قلت لكمش يعني شكون هو لاكيس كاين اللي كيقرا لاكيس لاكي دونك هو الخادم ديالو هاد مسيو جوردان يعني واحد الواحد من الطبقه يعني خصك تكون كتعرف هاد لا بيس كامله ليسونسييل دابا هو اننا غير نقراو ان عندنا ديالوغ نشوفو الديالوغ باش نعرفو نخدمو الاسئله دونك هنا فين بقينا مسيو جوردان دونك كيف ما قلت لكم مسيو جوردان كان كيهضر مع لاكي لاكي و الخادم ديالو يعني فالي الخادم ديالو عنده سكون لاكي بروميير سكون يعني عنده جوج دونك انا مسيو جوردان دوني موا ما روب بور ميو اونتوندغ قال له عطيني لا روب ديالي باش نسمع مزيان اتوندي انتظر جو كخوا كو جو سوري ميو سون روب كنظن انني نكون احسن بلا روب نو شويه قال له نو متردد غدوني لا موا واللي عاود عطيها ليا سولا ايغاميو هادشي يكون مزيان يعني هنايا عندنا في البيرسوناج مسيو جوردان وعندنا المدرب ديال الرقص ميتر ا دونسي وميتر دو ميوزيك و لي لاكي يعني بروميير لاكي و سكون لاكي دونك ميتنو لا بروميير كيستيون ا بارتير دو تيكست من خلال النص سي دوسو هذا اللي الفوق غوليف لي زانفورماسيون سويفون استخرج المعلومات التاليه نو دو لا بيس سميت لا بيس دو تياتر ديما حنا هاد السؤال الاول منين كنجيبوه كنجيبوه من المصدر مصدر النص
ديما فين كيكون مصدر النص؟ هو تحت النص، صافي سالا النص اخر حاجه. اذا هذه اللي اونكادريتها هي لا سورس، هو مصدر النص، هو منين كنجيب انا المعلومات ديال السؤال الاول في لا كومبريانسيون. اذا شنو عندنا؟ نو دو لا بيس، سميت لا بيس، هاد لا بيس هادي يعني هاد المسرحيه هادي منين ماخوذه شنو سميتها؟ كنمشي انايا لتحت هادي كنقلب، عندي اول حاجه مولييغ، ثاني حاجه لو بورجوا جونتيوم. اذا انا بلا ما نفكر ولا نكون كنعرف فرونسي، اول سميه اول حاجه كتكون مكتوبه في مصدر النص هذاك سميت الكاتب. اذا انا دابا قال لي هو سميت القصه يعني لا سورس، ملي كنقول مثلا دو ايتيغي سيت استوار، منين ماخوذه هذه القصه دو ايتيغي يعني منين ماخوذه، مقتطفه، مقتطفه من مسرحيه سميتها لو بورجوا جونتيوم. اول حاجه سميت الكاتب، ثاني حاجه سميت لوفر، سميت القصه، سميت البيس، سميت الكونت يعني لو بورجوا جونتيوم. بي نو دو دراماتورج، دراماتورج هو لوتور، ولكن في المسرحيه ما كنقولوش لو اوتور كنقولوا لو دراماتورج. سميت الكاتب، شنو سميت الكاتب؟ قلنا هي الاولى مولييغ، مولييغ هي سميت الكاتب كنبداو بها هي الاولى، لكن هما طالبين مني السؤال نون دو لا بيس. اذا نمشي نقلب على الثانيه، اول حاجه سميت الكاتب، ما تكونش كتعرف كاع فرونسي سمي الاولى كتكون الكاتب، نادرا في كتكون كيكون العكس. سي نيميرو دو لاكت، راه شحال مكتوبه حدا لو بورجوا جونتيوم اكت 1 يعني تكتب 1. نيميرو دو لا سين، شنو مكتوبه؟ سين 2. سيكل دو بوبليكاسيون، سيكل يعني القرن، فوقاش تكتبات، فوقاش تنشرات، بوبليكاسيون تبوبليات يعني فوقاش. شنو عندنا؟ 1670 يعني هادشي تكتب 1670 رقم سيكل، هما غادي بالترتيب. هاد المعلومات كتجبد كلها من لا سورس. اذا ها هي هنايا باش تكون واضحه، نون دو لا بيس لو بورجوا جونتيوم، نون دو دراماتورج مولييغ، سي نيميرو دو لاكت 1، دي نيميرو دو لا سين 2، سيكل دو بوبليكاسيون 1670. maintenant on va passer à la deuxième question. la question 2 donne le nom des personnages en présence. يعني دون عطينا سميت لي بيرسوناج، شخصيات اللي كانوا اون بريزونس، لي اون بريزونس يعني اللي كانوا حاضرين، ماشي غير اللي هما هضروا عليهم، اللي كانوا حاضرين. دونك لي بيرسوناج اون بريزونس سون، دونك لي بيرسوناج عندنا مسيو جوردان، برومي لاكي، سكون لاكي، ميتر ادونسي، ميتر دو ميزيك. دونك هادو هما لي بيرسوناج اللي عندنا. ثالثيم كيسيون، انديك حدد دو زانديس يعني جوج دلائل، جوج علامات كي مونطخ لي كيبينو كو سي ان تيكست دو تياتر. بالنسبه للامتحان بصفه عامه كتكونوا ما عندكم يعني كاين اللي كيلقى مشكل غير في لي كيسيون، الطريقه ديال السؤال كتكون صعيبه. درت واحد لا فيديو فيه جميع الاسئله اللي كتحط يعني اللي كتحطنا الامتحان ولا اللي كيطرحها الاستاذ، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف يعني هنا فيديو فيه جميع الاسئله اللي كتلقاها في ليفا اللي كطرح في الامتحان كتعرفش تجاوبها، يعني الافعال اللي كيبداو بهم الاسئله مع طريقه الجواب. وفيديو اخر غادي نخليه لكم يعني كمعلومه باش ما ننساش، الجمل اللي كتستعمل بزاف من طرف الاستاذ في القسم، اللي كيسولكم الاستاذ اللي كيهضر به الاستاذ وما كتفهموش شنو كيقول، جميع الجمل. وحطيت ثاني فيديو اخر فيه الجمل اللي كتستعمل اللي كيقولها التلميذ، عاد في ثلاثه يعني التلميذ كيقولها ولا كيبغي بزاف الحاجات كيحشم ما كيقدرش كيكون ما متاكدش منها، كاع داكشي اللي ممكن يقولوا التلميذ حطاه انا في واحد لا فيديو، غادي نخليهم لكم، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف شي دروس وشي قواعد وهاد الجمل اللي قلت لكم حتى تراجعوهم من بعد. وبالنسبه للبدايه السنه اللي بغى، انا ديجا كنت خدمه العام اللي فات مع التاسعه ولكن ما كنتش خدمه من الدوره الاولى، عاد نخدم معكم دابا. تخليو بلا ما تحتاجو تكتبوا لي في لي كومونتير مثلا شنو عندكم، عبدا انا من اول درس هنا الكتوبه عندكم باسغيل وكتقراو، كاين اللي كيقرا باسغيل وكاين اللي كيقرا باركور في التاسعه، غادي نخدم معكم بالكتوبه بجوج، المهم غادي نبدا بورقه بورقه، غير الا كانت شي حاجه انا مازال ما وصلتش ليها ديك الساعه تخليو لي في كومونتير، عندكم شي تخريج شي برودكسيون اكريت، المهم تخليوها لي في لي كومونتير باش نخدمها معكم، يعني تخليوها على تيساع ماشي حتى يبقى ليها لغدا، خصك يعني تكتبها وتخلي لي الوقت فين انا راجع معكم خدم معكم، وتزيروا راسكم مزيان. المحلي، المحلي هو اللي كيطلع النقطه، المحلي ضروري ان النقطه تطلع لك واحد النسبه تطلع، باش في الجهوي كيكون مثلا صعيب وكتهبط واحد شويه عندك النقطه المحلي معوضه ليك،
تبعوا من الاول ماشي تاعي يجي شهر 11 عاد تبداو تجاريو من الاول غادي نخدمو خصك في المحل تكون صافي واجد حافظ القواعد كتعرف تكتب لا ليتر رساله خصك تكون كطير وتعرف تكتبها اللي تحطات ليك وما كاين بزاف انواع الرسائل المهم انا غادي نخدمو معكم شويه بشويه نكملو ثالثيم كيسيون نجبدو جوج ديال لي زانديس كيبينوا بلي هذا راه بياس دو تياتر هذا راه تيكست دو تياتر دونك لي زانديس لي كيبينوا ان هذا يعني نص دو تياتر لو شونجمون دو بيرسوناج كل واحد شنو يبان ليه المهم جوج حاجات تبان لي انا لو شونجمون دو بيرسوناج تغير الشخصيات يعني مره كيكون عندنا بيرسون كنوليو نديرو ولا بونكتواسيون كتكون في التياتر يعني كيكونوا لي تيغي لي غيومي بوين دانتيروغاسيون بوين ديكسكلاماسيون لي بوين دو سوسبونسيون المهم كيكونوا عندنا واحد على ادوات الترقيم لا كيسيون 4 لو تيكست اي تيكستري دو لاكت 1 سين 2 قالك هذا النص هذا مقتطف من الفصل الاول مشهد الثاني اكت 1 سين 2 كومون ابيلتون سيت بارتي دو لا بيس هاد لا بارتي اللي خداوها شو سميتها عطاونا اقتراحات لتحت واش سميتها سين ديكسبوزيسيون يعني البدايه واش سميتها لو نو دو لاكسيون يعني لو بروبليم مشكل ولا دينومو دينومو يعني الحل مع لا سيتياسيون فيها مع النهايه شوازي لا بون ريبونس اختار لا ريبونس يعني الصحيح الجواب الصحيح يعني هاد انا عندي المشهد الاول والفصل عندي الفصل الاول يعني يلا بدات القصه وعندي في داك الفصل عندي المشهد الثاني المشهد الثاني اذا هادشي شنو باقي ما عندي حتى شي حاجه هاد المسرحيه خصكم ديجا كما قلت لكم تكونوا قارنه كامله وهذه البدايه ديالها كاين عندنا المشكل كاين مازال شخصيات اخرين دونك دابا هذه يلا عندي انا البدايه باش عرفتها حيت اكت يعني يلا شي حاجه الاولى اذا الحاجه البدايه شنو سميتها سميتها لا سين ديكسبوزيسيون يعني لو ديبي البدايه لا كيسيون سويفونت كيس كان لاكي دونك بيرسوناج لاكي اللي كان كيهضر معاه مسيو جوردان شكون هو دونك هذاك هو فالي فالي يعني سيرفيتور خدام هذاك هو الخادم ديالو لا كيسيون 6 كو دوموند مسيو جوردان شنو طلب مسيو جوردان اسي لاكي يعني الخادم ديالو بوغ بيان اونتوندغ باش يسمع مزيان دونك هنايا باش كان عنده مدرب الرقص ولا ميزيك دونك شنو طلب منهم طلب لا غوب قالو عطيني لا غوب ديالي من خلال شنو فهمتي في النص كتجاوب هنايا فغي او فون لا كيسيون 7 فغي او فون عندنا ا نقراوها ونشوفوا واش فغي ولا فو مسيو جوردان فا شونتي اون شونسون واش غادي يغني اغنيه نو هو كان غير يسمع اغنيه اذا فو بي ميتر دو ميزيك يعني المدرب تاع الرقص ست الرقص ابرون دو لورتوغراف ا مسيو جوردان واش غادي يعلمو لورتوغراف نو هو مدرب الرقص غادي يعلمو الرقص يعني فغي فو سي لا سين كومبورت اون ديداسكالي واش لا سين كتحتوي على ديداسكالي ديداسكالي هما داك الشيء اللي كيكون اونتر بارونتيز مكتوب اون غرا اونتر بارونتيز ولا كيكون مكتوب يعني بكتابه اخرى واش كاينين داك الكتابه اللي كيقولها لنا دراماتورج نو لو بورجوا جونتيوم ايت اون كوميدي دو مولير واش هي كاتبه مولير هاد القصه هادي فغي لا كيسيون 8 لا سين اي طون فير او اون بروز هاد لا سين هادي واش مكتوبه اون فير يعني بحال السطوره ديال القصيده الشعريه ولا اون بروز يعني بحال التكست عادي دونك واش فيها واحد لو ريتم تبعها دونك هاد لا سين مكتوبه اون بروز لا سين اي مونولوغ او ان ديالوغ هاد لا سين هادي واش مونولوغ ولا ديالوغ يعني واش مونولوغ حوار داخلي بيرسونا يعني بيرسون يعني كيطلع الكوميديان كيطلع لا سين سور سين وكيبقى يهضر مونولوغ يعني بوحدو ولا ديالوغ يعني كاين مع من كيهضر مونولوغ يعني كيبقى حوار داخلي كيبقى يهضر بوحدو ولا هنا مع لا هنا مع لي بيرسوناج يعني كيتحاور مع الناس دونك هاد لا سين هادي ديالوغ دونك هادو هما لي كيسيون لي بقاو لينا غوليف دو تيكست تخرج من النص اون فراز ديكلاراتيف يعني نستخرجو جمله ديكلاراتيف اخباريه يعني كتعطيني شي خبر انفورماسيون كتسالي بوين اون فراز انتيروغاتيف يعني استفهاميه شي بيرسون يعني قالها بيرسوناج شخصيه قالتها فيها علامه استفهام اون فراز اكسكلاماتيف فيها تعجب اون فراز امبيراتيف امريه دونك ليكزومبل لي عندنا خديتو من النص هو هذا اون فراز ديكلاراتيف جو فودري بيان او بارافون فو فير اونتوندر اون شونسون بغيت نسمعك اون شونسون انتيروغاتيف قال له مو تروفي فو بيان كوم سولا قال له واش لقيتيني زعما واش انا هكا مزيان
une phrase exclamative fort bien يعني كي قالوا واش مزيان قالوا فور بيان يعني كي تعجب امبيراتيف امر قالوا توني ما روب خد لا روب يعني امرو اي اون فراز او ان بيرسوناج انتربيل يعني واحد لا فراز عندنا بيرسوناج انتربيل يعني شنو انتربيل يعني كينادي ابوستروف ان اوتر يعني كينادي الشخص الاخر هي باش مسيو جوردان نادى على الخادم ديالو قال له لاكي يعني ابوستروفي كي تنادي لشي واحد وهذا درس ديال انتربولي هذا درس فيه بزاف ديال الطرق كيفاش لو بغيت نادي على شي بيرسون لا ديرنيير كيسيون كومبليت لي فراز سي دوسو غنكملوا هاد لي فراز هادو اللي لتحت باغ لي مو دو لا ليست سويفونت عطاونا واحد لا ليست فيها واحد الكلمات حنا نعمروهم يعني بحال برودكسيون كريت انشاء ولا بحال هكا كيتعطى كتشوف انت شوفكم اسود مازال عاقلين على الليكسيك ديال التياتر مصطلحات اللي خاصه بالتياتر هنايا عندكم ثلاثه سته سته ديال لي مو غتعمروا كل حاجه في الحاجه المناسبه ديالها هنا نبداو اون دو تياتر شنو هي اون دو تياتر اون بيس دو تياتر هنا شنو نقدر في الكلمه الاولى اون بيس دو تياتر اي ديفيزي اون بليزيور لا بيس مقسومه لبزاف شنو بليزيور اكت لا بيس مقسومه لبزاف ديال الفصول اذا ليكزامبل الاول اون بيس دو تياتر يعني مسرحيه او اي ديفيزي اون بليزيور اكت مقسومه لبزاف الفصول كي سوب ديفيز اللي كيتقسموا داك الفصول كل فصل مسرحيه كبيره كتقسم الفصول الفصل عاوتاني كيتقسم لايش المشهد السين كي سوب ديفيز او ميم اون بليزيور سين كيتقسموا هذوك الفصول المشاهد الى اكزيست دو تيب دو ريبليك كاينين عندنا جوج ديال لي ريبليك ريبليك هي لا فراز اللي كتكون في حنا في التكست عادي كنقولوا فراز جمله ولكن في مسرحيه كنقولوا داك الجمله كنسميوها ريبليك عندنا جوج انواع لي ريبليك لي فراز عندنا لا تيغاد يعني لا تيغاد هي لا لونغ هي جمله طويله كتكتب لا فراز كي واحد كيكون في الدور ديالو ما عندوش هي جمله كيكون عنده مثلا ثلاثة أربعة خمسة يعني كيكون الفوق هادو كيكون سميتها هاد النوع ديال الجمله سميتها لا تيغاد يعني il existe deux types de répliques جوج انواع ديال لي ريبليك لا تيغاد اي لابارتي لابارتي هي اللي كيكون لاكتور كيقولها يعني واحد واحد الهضره كيقولها ماشي باش يسمعوها لي بيرسوناج ولكن باش يسمعها لهذوك الناس اللي كيكونوا جالسين في المسرحيه غير المشاهدين لي سبيكتاتور هما اللي كيكونوا يعني سونسي باش انهم يسمعوا هاد الحوار اللي كيقول يعني عندنا جوج الانواع يعني لا ولا لا لابارتي واخر حاجه بقات لنا لي ديداسكالي دونك هنا عندنا لي ديداسكالي سي سو لو ليو شنو هما ديداسكالي هما داك الشيء اللي كيكون جمله ولا كلمه كتكون اونتر بارونتيز كتحدد لنا الشخصيه مثلا كيقول لك دخل معصب كيكتبها لنا غير اونتر بارونتيز كيقول اون كولير كيقول فرحان كيقول حط شي حاجه من يدو يعني كيعطوني معلومات على الشخصيه هاد الضوء شعل هاد الضوء طفى يعني كيعطوني معلومات على المكان يعني اي حاجه ولكن ماشي ولكن ماشي البيرسوناج اللي يقولها يعني كيعطيها لنا يعني كيكتب البيس دو تياتر و دونك كتكون اونتر بارونتيز اون غرا ولا كتكون مكتوبه يعني ايطالي كتكون مكتوبه بشكل اخر دونك هادوك هما لي ديداسكالي يعني لي زانديكاسيون سين